قد كان الافتتاح معناها بساحة بوسط المدينة وساحة الفنون انطلاق من أمام ملعب محمد القمودي. في اليوم الثاني كان معناها لنا مباريات في الفروسية التقليدية وكانت معناها ممتعة جدا، ولنا عديد العروض معناها أمس. اليوم معناها عندنا صباح سباق الفرسان معناها فروسية في السباق، وكانت لنا ألعاب فروسية تقليدية تحت رعاية الاتحاد المهني المشترك للجواد الفروسية التقليدية بثلة من معناها هيئة من تونس بقيادة السيد تراد بن قبران، وكانت لنا معناها أجواء رائعة، وكانت في نفس الوقت معناها الجماهير غفيرة بمعناها لا يحصى ولا يعد كما يقال. كانت لنا معناها هذه الأمسية عندنا معناها مجموعة من التوارق معناها من دوز اللي عملونا زاد السباق، عندنا ألعاب فروسية تقليدية، عندنا العروض معناها المتنوعة اللي متكونة من اللعب بالزواحف، المداوري، الرقص بالجرار، وعديد العروض الأخرى، وكانت معناها للجماهير معناها عديد الفرحة ومعناها والابتهاج معناها. جينا اليوم شاركنا في مهرجان قفصة، مهرجان الربيع دي قفصة، والأمور لاباس والحمد لله. ما نحن الإشكالية الوحيدة تاعنا مش مشكلة في العلفة، مش مشكلة في كذا، مش مشكلة في الروح. أما الإشكالية اللي باقية يعني ثقلة كاهلة تاعنا وما هيش مخليتنا نمارسوا الهواية تاعنا كما نحب، وما خلتناش نتمتع، وما خلتناش المشكلة اللي قاعدين نعانوا منها هي رخصة تاع السلاح. المشكلة أن ما عندناش رخصة تاع السلاح، فرسان برشا مواهب قاعدة تموت، قاعدة تجهض تموت في المهد وكل حاجتنا. بالأكثر حاجة مركزين عليها هي اللي نطلبوها نحن من الوزارة تاع الثقافة، وزارة الداخلية، مشكورين أن أمنون الداخلية أمنتنا، ومشكورين الصحة، ومشكورين الكل، لكن أكثر حاجة نحن حابينها واللي قاعدين نطلبوا بها وقاعدين نأكدوا عليها هي منحنا رخص تاع بنادق صيد اللي هي نجموا نمارسوا بها الهواية تاعنا ونلعبوا بها ونقدموا بها عروض الفروسية ونبدعوا بها ونتمتعوا نحن ونتمتعوا الجمهور. والله جيت أنا والوالدة قلنا حابين نتفردوا شوي، أما كتشوفها صحيح تفردنا شوي، أما الدنيا فوضى، شفت المرا كبيرة ضربت، ماذا بينا تكون حتى الأمن يخدم زيد أكثر، فهمتني، ويكثف الوجود الأمني، التواجد الأمني لهنا، خاطر شوفها فوضى وعائلات وثم شوي بلاد. أما جينا للمول لاباس، تفردنا وهنا جينا كسرنا الروتين شوي، حاجة باهية في قفص، وماذا بينا تواصل وتتطور زيد أكثر إن شاء الله.